قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. انتهينا أصدقائي من تسليط الضوء على استعدادات ريال مدريد لسوق الانتقالات المقبلة، سواء بتناول أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل أو الصفقات التي ينوي النادي إبرامها. واليوم جاء الدور على الغريم برشلونة، فبعد أن قدمنا لكم في فيديو سابق عددا من اللاعبين الذين يضعهم النادي الكتالوني على قائمة الراحلين مثل كوتينيو، فيدال، راكيتيتش وآخرون، سنتحدث في هذا الفيديو عن الوافدين، حيث أن النادي يفاوض عددا من الأسماء البارزة لاستقدامها إلى كامب نو في الميركاتو المقبل، بحيث سنعرض لكم 10 صفقات يعمل برشلونة على إتمامها هذا الصيف، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. غوستافو مايا، مهاجم برازيلي شاب يبلغ 19 عام وينشط في صفوف ساو باولو، ورغم أنه لم يسبق له أن ظهر في الفريق الأول للأخير إلا أنه برز وتألق في قطاعات الشباب ولعب على الصعيد الدولي مع منتخب البرازيل بمختلف فئاته العمرية، وبعد أن أظهر قدرات رائعة جذب أنظار أندية عديدة أبرزها برشلونة، ليفربول وأتلتيكو مدريد، لكن بحسب آخر التقارير الواردة فإن البارسا هو من يتقدم السباق حالياً، ووافق على دفع 1,000,000 يورو من قيمة الصفقة التي سوف تكلفه 3.5 مليون يورو، وذلك لضمان أولوية النادي في سباق ضم اللاعب على أن يتم دفع الجزء المتبقي خلال الأيام القادمة، وإذا لم يتفق الطرفان قبل 30 يونيو المقبل يصبح المبلغ المدفوع من حق النادي البرازيلي، ويحق له التفاوض مع أي ناد آخر بشأن غوستافو. ساندرو تونالي، مع احتمال رحيل كل من إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال وآرثر ميلو، إضافة لتقدم سيرجيو بوسكيتس بالعمر، أصبح تعزيز خط وسط برشلونة أمراً حتمياً، ويعتبر الإيطالي ساندرو تونالي أحد المرشحين للانتقال إلى كامب نو. وتونالي هو لاعب شاب يبلغ 20 عام ويجيد اللعب في خط الوسط الدفاعي، كما يتميز بقدرته على المساهمة هجومياً، وكان قد نشأ بأكاديمية بريشيا قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وخلال الموسم الحالي خطف الأنظار بشدة وأظهر قدرات رائعة دفعت الكثيرين لوصفه ببيرلو الجديد، وأصبح على رادار عمالقة أوروبا على رأسهم برشلونة الذي فتح باب المفاوضات لضم اللاعب، لكنه اصطدم بالقيمة التي حددتها إدارة بريشيا والبالغة 60 مليون يورو، ورغم توارد بعض الأخبار مؤخرا عن انسحاب النادي الكتالوني من الصفقة بسبب ارتفاع قيمة اللاعب، إلا أن صحيفة سبورت الكتالونية أكدت أن البارسا لم يصرف اهتمامه بتونالي وسيواصل المفاوضات من أجل إيجاد طريقة لتخفيض السعر المطلوب. دييغو كارلوس، مع كبر سن جيرارد بيكي وتكرار إصابات أومتيتي واحتمالية رحيله، تفكر إدارة البارسا بتعزيز الخط الخلفي بالتعاقد مع مدافع إشبيليا المتألق دييغو كارلوس، حيث أكدت عدة تقارير أن صاحب 27 عام تم ترشيحه من قبل إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي، وحاز على إعجاب باقي المسؤولين، ومن المتوقع أن يتحرك البارسا لضمه، لكنه قد يواجه مشكلة تتمثل في مغالاة إشبيليا في طلباته المادية. وهنا ذكرت صحيفة سبورت أن البارسا قد يقوم بإقحام إيفان راكيتيتش في الصفقة في ظل رغبة الأخير في العودة للنادي الأندلسي على حد وصف الصحيفة. الجدير بالذكر أن برشلونة يفكر أيضاً في منافسة ريال مدريد على ضم الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيغ. خوان بيرنات، بحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن إدارة البارسا تسعى لإيجاد لاعب قادر على مساندة جوردي ألبا الظهير الأيسر الأساسي للفريق ومنافسته، خاصة أن مستوى جونيور فيربو أقل من التوقعات ويتواجد حاليا ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن كامب نو. وأضافت الصحيفة أن خطط البلوغرانا تتركز حاليا على ضم الإسباني خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان، والذي لاقى استحسانا كبيرا من معظم مسؤولي الفريق والمدرب كيكي سيتين، ومع حلول الموسم المقبل ربما نرى اللاعب بقميص برشلونة، لكن الأخير لن يكون وحيدا في سباق التعاقد مع صاحب 27 عام، حيث يحظى اللاعب أيضا باهتمام يوفنتوس.
جواو كانسيلو. قائمة الراحلين عن برشلونة تضم العديد من الأسماء التي تحاول إدارة الفريق بيعها أو إدراجها ضمن صفقات أخرى تريد إبرامها، وأبرز هذه الأسماء هو البرتغالي نيلسون سيميدو الذي يعد مرشحاً للدخول في عدة صفقات سنتناولها في هذه القائمة، وأولها هي صفقة التعاقد مع مواطنه جواو كانسيلو، حيث كشفت عدة صحف إسبانية وإنجليزية أن هناك اهتماماً كتالونياً لضم ظهير مانشستر سيتي صاحب 25 عام في ظل رغبته في الرحيل بسبب عدم حصوله على دقائق لعب كافية، ويفكر النادي في التعاقد معه ضمن صفقة تبادلية تقضي بانتقال سيميدو ابن 26 عام إلى سكاي بلو. ووفقاً لنفس الصحف فإن بيب غوارديولا لا يمانع قدوم الأخير، حيث أبدى إعجابه بقدراته، وحالياً تجري المفاوضات للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة. تانغين دومبلي. منذ انتقاله إلى توتنهام في الصيف الماضي عاش لاعب الوسط الفرنسي فترة غير مستقرة بقميص النادي اللندني بسبب تعرضه لبعض الإصابات، إضافة لتوتر علاقته مع المدرب مورينيو وفقاً لبعض التقارير، ما جعله يرتبط بشدة بالرحيل عن الفريق في الموسم القادم. ووفقاً لصحيفة آس فإن برشلونة يضع اللاعب ضمن خياراته لتعزيز خط وسط الفريق وينوي التقدم بعرض رسمي لضمه، بل إن شبكة بليتشر ريبورت الشهيرة أكدت أن وكلاء اللاعب تواصلوا بالفعل مع المسؤولين في النادي الكتالوني حول الصفقة، ويدور الحديث حالياً حول خيارين قد يلجأ البارسا لهما. الأول هو التفاوض مع توتنهام بشكل طبيعي وحسم الصفقة بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه، أما الثاني فهو استغلال رغبة سبيرز في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش وإقحام الأخير في الصفقة مع إضافة بعض الأموال للحصول على ندومبيلي صاحب 23 عام. ميرالين بيانيتش. يحظى النجم البوسني صاحب 30 عام باهتمام كبير من برشلونة، وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض الصحف توصل لبلوغرانا مؤخراً لاتفاق مع اللاعب على الانضمام للفريق لمدة 4 مواسم مقابل مبلغ مالي يتم التفاوض عليه حالياً، انتشرت أخبار أخرى أكدت أن البرازيلي آرثر ميرلو ربما يكون هو مفتاح حسم الصفقة، حيث ذكرت عدة تقارير أن البارسا يريد التخلص من صاحب 23 عام بسبب علاقاته النسائية وأزماته خارج الملعب، إضافة لتذبذب مستواه، ويسعى حالياً لإدراجه في صفقة تبادلية تقضي بانتقاله ليوفنتوس مقابل انضمام بيانيتش للبارسا. ورغم أن الأخير رحب بفكرة الانتقال لكامبنو ولبيان كونيري لا يمانع رحيله وانتداب آرثر، لكن هناك عقبة وحيدة تتمثل في رفض آرثر للرحيل، حيث أصدر بياناً رسمياً قبل فترة أكد خلاله عزمه على البقاء، وحالياً تمارس إدارة البارسا ضغوطاً عليه للموافقة على الرحيل. وبحسب آخر الأخبار الواردة فإن برشلونة يخطط أيضاً لطلب إقحام الظهير الأيمن دي تشيليو إلى جانب بيانيتش في الصفقة بسبب فارق العمر بين الأخير والبرازيلي آرثر. لاوتارو مارتينيز. منذ فترة ليست بالقصيرة ارتبط اسم المهاجم الشاب بالانتقال لبرشلونة، وبات واضحاً للجميع أن النادي الكتالوني يضع اللاعب كهدف أساسي لخلافة لويس سواريز وقيادة هجوم الفريق في السنوات المقبلة، لكن يبدو أن الطريق لن يكون سهلاً لتحقيق ذلك. فمارتينيز صاحب 22 عام يمتلك شرطاً جزائياً في عقده مع إنتر ميلان قيمته 111 مليون يورو، لكن البارسا لن يستطيع دفع هذا المبلغ الكبير في ظل الجائحة الحالية واهتمامه بضم صفقات أخرى، وبالتالي فإن النادي عرض على النيراتسوري مبلغ 60 مليون يورو إلى جانب تخليه عن 2 من 6 لاعبين وهم فيدال، أومتيتي، سيميدو، فيربو، رافينيا وتوديبو. ورغم أن أنطونيو كونتي مدرب الأفاعي أبدى موافقة مبدئية ويريد الحصول على فيدال وسيميدو بحسب صحيفة توتو سبورت، إلا أن إدارة إنتر تريد رفع قيمة المقابل المادي، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين. تيمو فيرنر. تحسباً لفشل مفاوضات ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وضعت إدارة برشلونة خطة بديلة لتعزيز خط هجوم الفريق والحديث عن التعاقد مع مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر، حيث أشارت صحيفة ماركا إلى أن إدارة الفريق اجتمعت بالمدرب كيكي سيتين وتم التوصل لقائمة من البدائل إذا لم ينجح النادي في التوقيع مع مارتينيز، وكان على رأسها تيمو فيرنر صاحب 24 عام، حيث يرى سيتين وبعض المسؤولين أنه مهاجم رائع، ما
ويمتلك قدرات تهديفية كبيرة، كما أنه لن يكلف النادي الكثير مقارنة بمارتينيز، إذ يمتلك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 60 مليون يورو. لكن في حال توجه البارسا لذلك الخيار، فسيتعين عليه التفوق على ليفربول الذي يضع اللاعب بين مخططاته. نيمار جونيور. لا يخفى على الجميع الرغبة المشتركة بين النجم البرازيلي وبرشلونة في إعادة لم الشمل من جديد بعد فراق دام 3 أعوام وبعد فشل محاولات صيف العام الماضي. يحاول البارسا حالياً بدء محادثات جديدة ومكثفة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار عن طريق دفع مقابل مادي، بالإضافة لإقحام أحد لاعبيه كجزء من الصفقة. وسيكون الاختيار من بين الثلاثي سامويل أومتيتي، عثمان ديمبلي وأنتوان غريزمان. ورغم أن هناك رفضاً من النادي الفرنسي حتى الآن للتخلي عن صاحب 28 عام، إلا أن الأخير مصمم على مغادرة حديقة الأمراء، وأبدى استعداده لتخفيض راتبه من أجل إتمام انتقاله إلى البلوغرانا، كما رفض مؤخراً عرضاً ضخماً للتجديد مع سان جيرمان. وأكدت بعض التقارير أنه دخل في أزمة مع إدارة النادي الباريسي بعدما رفض تخفيض راتبه بعد تأثر الفريق بسبب الجائحة الحالية وإنهاء الدوري الفرنسي. وترى صحف إسبانيا أن هذه الأزمة قد تكون بمثابة البداية لطريق العودة إلى برشلونة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.